إذا سئلت المرأة عن أمور دينية واجتهدت وأفتت وقد تصيب أو تخطئ أحيانا، هل هي آثمة؟ لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة أن يفتي إلا بعلم، الذي ليس عنده علم لا يجوز له أن يفتي ويقول هذا حلال وهذا حرام وهو لا علم عنده، لقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم، فلا يجوز للإنسان أن يفتي إلا بعلم، وإذا كان ليس عنده علم فإنه يتوقف ويقول الله أعلم ويحيلهم على من عنده علم. نعم.